رئيس الوزراء يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون المشترك. وزير التربية يترأس اللقاء التشاوري لقطاعات وأجهزة الوزارة ومدراء المكاتب بالمحافظات المحررة. الكثير يطلع على سير العمل بجامعة حضرموت وأوضاع كادرها الوظيفي. قائد المنطقة العسكرية الثانية يتفقد لواء شبام والثاني دفاع ساحلي. السلطة بحضرموت تناقش مع مدير مكتب الاف اي او جوانب التنسيق للمشاريع ذات الأولوية للمجتمعات المحلية، وتبحث مع مرجعية قبائل حضرموت جهود تحسين الأوضاع وتعزيز لم الشمل.